البحر البتشيشي الذي كانت تتطلع القلوب إليك وكانت النفوس تهوي إليك وكانت هذه الجماهير في هذه المدينة تتمنى في هذه الليلة المباركة أن تنظر إليك. كلفني أستاذي وشيخي أن أقول كلمة، والحقيقة أنه لو كلفني حمل جبل لهان عليه، لكن لا مرة شيخي. وماذا يمكن أن أقول؟ في الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ها هي الأرض تحيا بإذن الله، أحيا الله قلبك فيها الليلة جمع هذه النشور الطيبة. أيها الشيخ الجليل، سوف ما أقيل أن لا زال الكلام مسموح، لا زال الكلام من أساتذة الكرام هم أكثر منا وأمثل منا علما، ولكن لا بد أن أقول لهؤلاء الشباب والأطفال، فكل بيت في هذه المدينة إلا ويتمنى ختامية، وهي ندعو الله لكم مزيد من التوفيق ومزيد من البركة، وأن يتعاون الصوفية المغربية على قيام أعباء الرسالة الإسلامية، رسالة الصوفية. سيد الشيخ سيدي حمزة وهي أنني سبق أن ألقيت كلمة في هذه الزاوية، سبق أن ألقيت كلمة متواضعة في هذه الزاوية تحت موضوع التصوف الإسلامي المغربي وضرب أهله في نشر الفضيلة بين الناس. أردت أن يتقبلها مني جزاكم الله خيرا كبرهان على محبتها وسكنا وسكنيتنا. فتتفضل سيادتكم وجزاكم الله خيرا على هذا الشباب المشقة والتعب.
Yeah.